كمان الفنانة العربية اللبنانية نادين السيبنجام يلي هلا أخذت جائزة أفضل ممثلة لسنة 2019 لمهرجان الفضائيات العربي. طبعا هيدا الجائزة بتعتبر واحدة من الجوائز يلي بيعطوها بناء على تصويت الجمهور. هي نزلت بوست شكرت فيه الجمهور يلي صوت له وكتبت: شكرا مصر، شكرا لكل النجوم، لكل الصحافة، شكرا لجمهوري ومحبيني بلبنان والوطن العربي على تصويتكم ودعمكم المستمر، وبإذن الله الآتي أجمل. طبعا من هون هي تشكرت الكل وكفت بالبوستات يلي عم تشاركنا فرحتها مثل ما عم بيقولوا، ولمعت بالفستان يلي لابسته، أو فينا نقول فستان هو إيه من تصميم زهير مراد، بس أحيانا الواحد بيصيب حاله عيني يمكن. خلينا نشوف الفيديو مع بعض. في شهر رمضان بخمسة ونص، تحية للهيبة والجمال، تحية لأرض لبنان نادين أفضل ممثلة عربية. أنا خلاص بالرغم من انه كانت رح تقع على الستيج، بس انه هي فرحتها ما وقفت لهيدا الحادثه الصغيره اللي كانت مفروض انه الحمد لله ما لازم تصير. بس انه كل الفيديوز والكابشنز اللي عملته على صفحتها على الانستغرام عم تشكر فيها الجمهور يلي صوت لها.